بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه رسالة شكر وتقدير إلى فخامة الرئيس رامناث كوفيد رئيس جمهورية الهند الصديقة. وأعرب جلالة الملك المفدى في رسالته عن خالص شكره وتقديره على ما يريه رئيس جمهورية الهند من حرص واهتمام لمواصلة تعزيز العلاقات المتميزة التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الصديقين، مؤكدا أن علاقة الصداقة التاريخية والوثيقة التي تجمع البلدين تشهد تناميا مستمرا على كافة الصعد مما يقوي الشراكة المتينة بين مملكة البحرين وجمهورية الهند والتي ترتكز على الاحترام والتفاهم والتعاون. أكد جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه أن التعاون المثمر الذي يجمع البلدين الصديقين على وجه خصوص فيما يتعلق بمواجهة جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 منذ بدء انتشار الفيروس في مختلف أنحاء العالم وحتى اليوم يمثل نجاحا جديدا في مسار تطوير التعاون المشترك ويؤسس نحو فتح آفاق جديدة يعود بنفعها على البلدين والشعبين الصديقين. كما ثمن جلالته في هذا الصدد التعاون والتنسيق المشترك القائم بين البلدين فيما يتعلق بجهود تأمين استلام البحرين للقاح كوفيشيلد والتي تأتي دليلا على الإسهامات الرائدة لجمهورية الهند الصديقة في مجال الصناعات الدوائية والتي تسخرها لدعم الجهود العالمية للتصدي لهذه الجائحة وتجسد الدور المحوري لجمهورية الهند الصديقة على الساحة الدولية، متمنيا جلالته لرئيس جمهورية الهند موفور الصحة ودوام العافية ولشعب جمهورية الهند الصديق مزيدا من التقدم والازدهار.